أي تواصل مع المجتمع المدني هو تعتبر خطوة إيجابية للاستماع والتشاور مع جميع مكونات المجتمع المدني وجميع الهيئات التي تهتم تهتم بالجانب التراثي والجانب التاريخي للمدينة الإسماعيلية. هو العمل الميداني اليومي والنشاط اليومي هو اللي كيحدد الأولويات وكيبين مكامن الضعف أو الاختلالات اللي كيتم التصحيح ديالها. صراحة يعني كتتعلق بالبرنامج التكميلي، يعني إدخال مجموعة المآسي اللي ما كايناش في الاتفاقية الأولى، وكذلك بعض الملاحظات اللي عندها علاقة بمنظمات اليونسكو، بالمنظمات اللي كتشتغل يعني على المستوى الدولي، وكذلك ملاحظات تتعلق ببرنامج تسمين الأنشطة الاقتصادية والمهنية اللي إن شاء الله اللي كنطمحوا على أن مدينة بكناس تستفد منها كبرنامج ثالث من بعد، يعني إن شاء الله إتمام عملية ترميم ديال المواقع والمباني في المدينة. فمدينة بكناس يعني فيها مدينة جديدة اللي اسمها مدينة حمرية، واللي كتعود يعني للقرن العشرين، يعني للفترة الكولونيالية اللي كانت الحماية الفرنسية. وما يمكنناش نهضروا على التثمين يعني فقط المدينة العتيقة، ويعني احنا عندنا تراث مشترك هنا في مدينة مكناس، وكذلك حتى التراث المتعلق بالحي اليهودي او بالحي العبري. فكانت يعني اشارة على ان هذا التثمين كذلك يصيب التراث العبري وكذلك التراث الكولونيالي اللي فيه مجموعة ديال المؤسسات، مجموعة ديال المعالم يعني الجميلة واللي كتدخل يعني في كذلك فيما هو عتيق، لأن راه 100 سنة الفوق راه دخلنا يعني في كذلك في القدام وفي التراث. قبل من هذا اللقاء الدراسي قمنا احنا بمجموعة ديال الزيارات للأوراش مفتوحة. دابا تقريبا كاين 18 ورش اللي مفتوح اللي بدات فيه الأشغال، وكاين في نهاية هذا الشهر ذو جنبير في شهر ذو جنبير كاين مجموعة الأوراش أخرى اللي غادي تنطلق. هي كاينه مجموعه ديال الملاحظات، وهذا اللقاء يعني هذه فرز مجموعه ديال التوصيات واللي غادي ندبجوها في اطار واحد المذكره، في اطار واحد الورقه، والذي تقدم الجهات المسؤوله على تنفيذ البرنامج. ودورنا حنايا غادي يبقى مستمر في يعني في التتبع والمواكبه والرصد يعني والاقتراح بخصوص سبل الانجاع يعني لتنفيذ هذا البرنامج، وخاصه يعني برامج المقبله ان شاء الله. الملاحظ انه تم عرض البرنامج التثمين وتاهيل المدينه، ومن خلاله تم البيان انه هناك مجموعه من الاهتمام كان كبير جدا بالكثير من القصور وكذلك من الابواب، لكن سيلاحظ وهو امر الذي ركزنا عليه هو محاوله تطعيم البرنامج التثمين المدينه. ركزنا على ضروره الاهتمام باحياء الابواب المندثره والابواب التي تم ازالتها، كما قلنا باب زي العابدين، باب ابو العمائر وغيرها. الامر كذلك انه تم الاهتمام انه هذا النوع من الترميم او تسمين المدينه العتيقه لابد ان يكون توازيه نوع من الترميم الذاكره المكناسيه، من خلال ليس فقط من خلال البنايات والمعالم، ولكن كذلك من خلال الالبسه ومن خلال الاطعمه ومن خلال الاواني وغيرها من التقاليد المكناسيه التي طبعا ارتبطت بالمجال المكناسي لغناه ولحوائره ولمياهه. تم الحديث كذلك على ضروره الاهتمام بتاهيل الانسان الذي يستوطن ويستقر بالاحياء المكناسيه، وضروره ابراز العصور التاريخيه التي كانت وعرفتها مدينه مكناس، كمثلا عندما نتحدث ما الذي ميز المجال المكناسي او المدينه المكناسيه في الفتره المرابطيه، ما الذي ميز مدينه مكناس خلال فتره العصر الموحدي، ما الذي ميز مدينه مكناس في المجال المرني، وهكذا. اذا هناك تعاقب تاريخي لدول واسر حكمت المغرب، لابد ان نراه معالمه بارزه واضحه من حيث كذلك البناء في خلال مدينه مكناس، اي حتى يسهل الزائر على مكناس وحتى تبرز ان المدينه انما عرفت نموا طبيعيا من خلال مرحله الحوائر ومرحله الحصن او تكرارت ثم ما تولاها من بعد. امر كذلك ركزنا عليه هو انه ضروره الاهتمام بالذاكره المحليه، عندما قلنا انه ضروره الاهتمام بذاكره الاحياء
وانه ضروره احداث متاحف محليه ليس فقط على مستوى المدينه ولكن كذلك على مستوى الحي. ذلك ان لكل حي كانت له نوع من العوائد، نوع من الاسر، نوع من الاعلام، من العلماء، من الفقهاء الذين استقروا بهذا وتركوا بصماتهم. وقلنا بانه هناك بعض المساجد التي لابد ان عرفت، بل عرفت تاريخ لها، كالمسجد العتيق اللي هو يعود الى الفتره المرابطيه، وكذلك مسجد الجامع الكبير الذي شهدت صحته، شهدت دروسا وعلماء توارثوا. ويكفي ان نقول فخرا انه الدفاع عن ماء بوفكران فيما يعرف باحداث بوفكران انها انطلقت من المسجد العظيم. اذا هناك ذاكره، هذه الذاكره لابد ان تبطن وان تؤرخ. ويكفي ان نتحدث عن سقوط صومعه باب البردعيين التي هي بدورها معلمه كان لابد ان يتم تاريخها. وهذا التاريخ لابد ان نقول ان وزاره الاوقاف يمكن ان تسند لها المهمه اللي هي مهمه ذاكره المساجد من خلال جمع كل ما يتعلق بالمساجد على مستوى المكتوب او على مستوى الاعلام او كذلك على مستوى المصنفات. نحن مع اي فكره حديثه تروم التنميه، طبيعة الحال تروم التنميه وتروم ان الاضافه للمدينه. مدينه مكناس مدينه تاريخيه لم تاخذ لحد الان القيمه نتاعها ما تستحق. نعم. قياسا لبعض المدن، مدينه مراكش على سبيل المثال، الحاضره المراكشيه اخذت من التثمين ما يكفي الله يزيدها، بل الحاضره العلميه جيران نفاس اخذت من التثمين ما يكفي. ولكن مدينه مكناس هذه اول مره اعتقد بانه يرصد لها مبلغ مالي او من ميزانيات الحكومه، من ميزانيات الدوله بهذا الشكل. يجب ان نكون في الموعد، يعني خلال هذا المنتدى اسس من اجل تثمين هذا الموروث ومن اجل مساعده هاد الناس اللي بغاو ياهلوا مدينه مكناس.